احنا في الدار البيضاء في واحد التظاهرة منظمها مجموعة العمران اللي هي المتدخل العمومي في مجال السكن والتهيئة. هناك جوج تظاهرات في الواقع. التظاهرة الأولى تتعلق بواحد المعرض فين مختلف الشركات التابعة للعمران تتقدم المنتوج ديالها، وحقيقة كان هنا من ناحية ديال التسويق، من ناحية ديال الابتكار، واحد العدد المنتوجات مهمة متوجهة أساسا للطبقة المتوسطة، وشنا المجهودات إذن اللي قاموا بها الشركات. ثم من جهة ثانية هناك تظاهرة علمية تتعلق بالمسألة ديال التنمية الترابية، وبشكل أدق الدور والأهمية ديال المراكز الصاعدة في العملية ديال تهيئ التراب وفي المقاربات الترابية. والمسألة ديال المراكز الصاعدة مسألة أساسية، حيت المراكز الصاعدة هي المدن ديال الغدا ديال الغد، وبالتالي من المهم أن يكون عندنا واحد المقاربة استباقية من انطلاقة واحد المنظور شامل لمسألة ديال إعداد التراب، وخص عملية ديال تأهيل هذه المراكز الصاعدة حتى تكون قاطرة ديال التنمية، وخص بطبيعة الحال مواكبة ليد عملية التأهيل يكون هناك عرض سكني مهم. ومن المنتظر من هذه المراكز الصاعدة ربما يخفوا من الضغط على المدن الكبرى، لأن تعرفوا بأن هناك ضغط كبير على المدن وواحد حركة ديال التمدن متسارع. إذن المسألة ديال المراكز الصاعدة مسألة أساسية، وحنا في الوزارة بصدد تهيئة واحد استراتيجية شاملة فيما يخص التهيئة ديال وتأهيل هذه المراكز. إذن كون العمران تتعاون إذن مع الوزارة ومع مع مختلف المؤسسات فيما يخص هذه النقطة، أعتقد مسألة أساسية وممكن نتنيو على هذا المجهود الهام ديال المجموعات العمرانية.